السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى الموجزة الرياضية. توج فريق دارك ليب بطلا لكأس اتحاد كرة الطائرة أثر فوزه على النجمة بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء أمس على صالة الاتحاد البحريني للكرة الطائرة. يتوج بذلك دارك ليب بثاني ألقابه على مستوى الرجال بعد فوزه بلقب كأس سمو العهد في الموسم قبل الماضي، وليؤكد بذلك مساعيه الجادة في المنافسة بقوة على لقبي بطولة الدوري وكأس سمو ولي العهد لهذا الموسم.